يعني قبل الإجابة على هذا السؤال دعينا نوضح يعني التطور الأهم. هو الموقف البريطاني الذي جاء بعد حوالي 4 ساعات من إعلان موسكو حظر دخول روسيا عددا من الشخصيات البريطانية من بينها رئيس الوزراء. بريطانيا قالت إنها تنسق مع حلفائها لمواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقالت إنه رغم هذا الموقف الروسي فإنها سوف تواصل الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لكييف. تأثير ذلك على بريطانيا نستطيع أن نقول أنه منعدم كليا، بمعنى لا توجد أصلا علاقات قوية وطيدة بين الجانبين البريطاني والروسي، وليس بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن بسبب المواقف السياسية المتباينة منذ فترة طويلة في أحدثها في العام 2018 عندما قامت موسكو وفق التأكيدات البريطانية بمحاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج هنا في بريطانيا سيرجي سكريبال في مارس تحديدا من العام 2018 أبان حكومة تريزا ماي، التي أعلنت في ذلك الوقت أيضا عن تقليص البعثة الروسية في بريطانيا. بالتالي العلاقات التواصل السياسي بالحد الأدنى بين الجانبين، لا توجد زيارات مجدولة من قبل بريطانيا مسؤولين بريطانيين أو اقتصاديين أو رجال أعمال أو رياضيين لروسيا، بالتالي هذا التأثير سيكون منعدم من قبل بريطانيا تجاه روسيا. بريطانيا تقول أنها تنسق مع الحلفاء لمحاولة مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذا الموقف الروسي طال بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس، طال 10 شخصيات بريطانية أخرى معظمها من مجلس الوزراء البريطاني، من بينهم نائب رئيس الوزراء دومينيك راب، أيضا وزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزير المالية ريشي سونك، بالإضافة إلى الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن.